المشكل ديال هاد الشاف اسيدي كيشد الرشوه، باغي يشد الرشوه. صيفطنا هنا خدامين، قال لي سير درو الرومبا تيجيب لي هذوك ديال لاباري ديال الحديد. وهذا سيدي مهرس، انا غنوريها لك. هيا مهرس، هيا فين هي؟ تيجيب لي، قال لا، قال لي لا، غتمشي تخدم صحه. تي راه يضرب الشكاميه، قال لي يضربك ولا يضرب راسه. وانت الشريف، انت شوف، انا من خلال ماشي، انا غادي في الطريق، غادي، انا ما كنعرفك، ما كنعرفك. الله يرحم الوالدين، غادي تحكم بالحق. قلت لك لقيتو كيدفع فيك ودفعك على الكروسه. الله يرحم الوالدين. هانت هانت راه شو واش دار ليا؟ هانت انا داري مهرش معاه. قلت لي شنو المشكل؟ قال لي انت شنو دخلك؟ الله يرحم الوالدين. قلت لي انا راه رجل صحافه، راه شو ما دير لهذا السيد بحال هكا؟ ديما راه طوموبيل تمشى. ياك ياك انت حاضر اسيدي. حضرت لهذا المشكل هذا من الاول. واش كنعرفك؟ ما كتعرفني. ما الله يرحم، وقفتي على وحدك. ما هضر معايا حد. الله يرحم الوالدين. هذا السيد تعدى عليا بدون قانون. ديما كيدير الكوكا. ديما ماشي معايا انا، راه دابا اربعة الناس ولا كيتهدد عليهم هاد الناس. حنا ملي كنولينا كنطالبوا الحق ديالنا، هاد الناس سيد محرر دينو علينا حنا، على هاد الخدامة. وشحال من واحد كيعيرو، راه انا اللي صبرت ليه. ياك شتي بعينك تدفعني جوج مرات ولا ثلاثة، هاد السيد اش بغى عندي؟ انا غنوصل معاه قانونيا. ياك انت شاهد الشريف، انت شاهد اسيدي على هاد الشيء اللي دار ليا. شنو الدور تاعو في هاد الشركات؟ هاد الدور تاع هاد اسيدي كيقول شاف، هذا ماشي شاف، هذا كيدمر عباد الله، كيخرج لهم على المستقبل ديالهم. سمعتي؟ وكيدمرهم، كيبغي الرشوة هاد السيد، رشيوة السيد، كيبغي الرشوة. واش من جماعة تابعين لها؟ تابعين، تابعين لجماعة دار بوعزة. جماعة دار بوعزة اللي تابعين لها، ساكنة في الرحمة، جماعة دار بوعزة، إقليم النواصر. شنو بغيت الرسالة توصل دابا؟ هاد الرسالة سيدي يقول هاد السيد امشي بعد منا، خلينا خدامين على ولادنا. هاد السيد راه معدي، معدي اكثر من القانون، كيبغي الرشوه. الا ما عطيتيش الرشوه يدير لك بحال هكا. كاين شي وحدين غير ناعسين في السيكتورات وكيدوروا معاه. احنا دايرين من هاد الحاله، بغيناه يمشي بحالاته، خلينا خدامين. الله يرحم الوالدين، احنا راه ما تعديناش عليه، راه هو اللي تعدى علينا. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.